هل كان النبي إذا أعجبته امرأة أرسل يخطبها إذا أراد أن يتزوج، لكن مش كل واحدة تعجبه. بل الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته والنسخ أم لا قولان: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك.